الإرادة والعزيمة والإصرار السر وراء كل نجاح وتحطيم القيود والعقبات لتحقيق الأحلام والطموحات. هكذا هم أبطال مصر من ذوي الهمم والذين يبهرون الجميع بنجاحاتهم في شتى المجالات. ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ضمان حقوق ورعاية وتأهيل ذوي الهمم، خاصة بعد تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. ولذوي الهمم نجاحات خاصة في الرياضة بعزيمتهم وطموحاتهم في مختلف الألعاب والمنافسات، وكان من أحدثها التنافس في ماراثون وصال الذي شارك فيه أكثر من 150 متسابقة من جميع فئات الإعاقة من محافظات الإسكندرية والقليوبية والدقهلية والقاهرة والبحيرة وكفر الشيخ. الماراثون تم تنظيمه للعام الثاني على التوالي تحت إشراف المنسق العام لمبادرة ساعد سمر فرج، وتتراوح أعمار المشاركين من 4 إلى 54 عاما. شهدت النسخة الأخيرة من الماراثون تخصيص مسافة 500 متر للأطفال الجالسين على كراسي متحركة فضلا عن مجموعات الذهني، كما تمت مشاركة مجموعة قصار القامة لأول مرة من جمعية الأقزام المصرية وعدد من أعضاء مجلس النواب، وتم توزيع جوائز مالية على الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى 6 مجموعات. تنظيم ماراثون رياضي خاص لذوي الهمم بمثابة رسالة سلام إلى العالم تؤكد أن تلك الفئة تستطيع أن تنجز التقدم، فهم قادرون على تحقيق المستحيل.